على استحياء ينطلق نائب رئيس الحكومة السابق بهاء الأعرج بالحقيقة التي يترجمها واقع الحال في العراق اليوم إيران هي السبب الرئيس في تعطيل مشاريع العراق وتدمير الحياة الاقتصادية فيه ليبقى سوق تصريف لمنتجاتها بدءا بأصغر منتج صناعي وغذائي وليس انتهاء بالصناعات الثقيلة فأينما قلبت نظرك في أسواق العراق اليوم تجد منتجا كتب عليه صنع في إيران وتزايدت تلك النسبة بعد أن ألغت حكومة العباد الرقابة على المستوردات الإيرانية، فاجتاح العراق طوفان من المنتجات الإيرانية غطت أكثر من 72% من السوق المحلية بحسب إحصاءات عراقية أكدتها تصريحات المسؤولين الإيرانيين. اللوازم البيتية من صناعات خفيفة والخضروات والفواكه وحتى التمور يستوردها العراق من إيران. فضلا عن السيارات التي وصلت الى اكثر من نصف مليون سياره رديئه الصنع تملا شوارع المحافظات كما يقول العراقيون والاخطر من الغزو الاقتصادي الذي تتبعه ايران ضد العراق ويقوم على تعطيل انمائه بادئ الامر كان لها دور في تدمير المجتمع العراقي ولا سيما فئه الشباب وذلك بتصدير المخدرات اليه عن طريق التهريب وعبر المنافذ الحدوديه ايضا بعد ان الغيت الرقابه على منتجاتها زياده على ذلك صارت انهار العراق محطه لتصريف مياه البزل وسموم المصانع الايرانيه الامر الذي ادى الى تلف المزروعات وموت البساتين لا سيما في ديالى والبصره وامعانا في استنزاف العراق تمكنت ايران من الاستحواذ على مخزونه من العملات الصعبه من خلال سيطرتها على اربعه بنوك تجاريه عراقيه كما تقول صحيفه نيويورك تايمز وعلى الطرف النقيض تستورد ايران من العراق الشباب لتزجهم بحروبها الخارجيه حيث جندت منهم الالاف في المعارك الدائره في سوريا واليمن فصارت العلاقه بين البلدين في اوضح صورها علاقه الميت بالمغسل يقلبه كيفما شاء دون اعتراض او احتجاج